تم القاء القبض على المختطفين. يلا نحكيه مع سي شادلي. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك اختي، واهلا وسهلا بقناه صبر اف ام. شكرا. ديوان ديوان ديوان، تحيه للقروان والصبر اف ام. مرحبا بك، شكرا، يفضلك. احنا ديوان نحب نوضح للراي العام التونسي، اي، ونوضح لكل المستمعين هذه القناه. واذا كان معني حق العائله نتاع المتهمين تحت القاف، ما نقول للصدق، واذا كان انا نخدع بالكلمه الحيه اللي تفضل يردوا علي، انا ما احكي للصدق. ما صار بالامن بين الامن ورجل العائله، وصار ولدي بالضبط بالتوقيت. شنو اللي صار؟ قل لي، ولدك مشى البنكردان، شنو يعمل؟ ولدي اول ما كان متزوج عنده 3 شهور، قعد بطل في الدار هذيك، وجماعه هذونا الاطراف تمشي بالبنكردان، اكل الشفره اللي ما عندهمش عمل في تونس، يمشوا غادي البنكردان، البنكرداني هذه ما عندهم سيارات، يعطوا ظهر الشفره على وجه الكراء، مش الكراء الناقل الصفوير، ينزل تخدم بكراء تجيب سلع من ليبي الى بنكردان، وهم ياخذوا مقابل اجره لا اكثر ولا اقل. باهي. تجار او ذلك. معناتها ولدك ماهوش تاجر، هو شوفور يخدم بالنهار هكا. يخدم شوفور بالشراء. واضح. واضح. مش كان ولدي الطفل كل هكا مزمر، هكا العائلات البقيه، اصحاب العائلات البقيه. خذا السياره هذه من الاطراف هذول، اول يوم اول سيارة مشى بيه نهار الخميس، اصبحت يوم الخميس، مشى جاب شويه بيتون، جاب 10 دخان و 6 فتيش وكل شيء. تهريب معناتها، معناتها تهريب هاي؟ حرر ومحضر باسم هاشم بن شادي العويساوي، من غير ما تذكر الاسماء يا سي شادلي، من غير ما تذكر اسمه، اي هي ميسالش، من غير ما نذكر اسمه الكامل، معناتها مش مشكل. حاولي انا هو محضر، انا الخميس 11:15 تحجزت البضاعه، والبضاعه صاحبها ليس للمتهمين ولا له علاقه به، مثلا شركه في السلعه او دين او كذا، لان خبر اللي خرج البارح في القريات 6:15 يقول متخلف بينه وبينهم دين. فوالا. لا لهم دين. معناتها ما عندوش دين عندهم. يستحيل، ومن بعد مستحيل، هم يسمعوا فيها العائلات الكل. واضح. العائلة دين، انا مستعد ما عايش وجيب خلاص، اول ما ياس، اول ما ياس خبي، تحجز السيارة كل شيء، انا يوم الجمعة بالذات بعد الساعة 4:15 مساء، هو امام المنزل يخدم يشوف فيه. انا مانيش نسمع فيك بالباهي سي شادلي، كلمني بالسياسه بس. باهي نسمعك، اذا كنت تكلم فيا بكيت ولا بوت اوت بارلور ولا نحي، كلمني بالتليفون مباشره. باهي هكا، باهي بالله هكا كبر. قلت لي هما سجلوا له محضر لانه السلعه معناتها مهربه وكستغا، من بعد شنو صار؟ حاجه السياره والسلعه. باهي. وحرروا له محضر في الغرب. وسايبوه هو. وسايبوه، باه. هذا ولدي يا زلمة. ولدك اي اي. اي، مشان المنزل يخدم فيه، يوم الجمعة الساعة 4:15 بالضبط، أمام المنزل اللي يخدم فيه، جو السدر جو، قالوا له هاي مش يتحاسبوا. أنا قالوا مش يتحاسبوا، السيارة عندي في الفريات، والبضاعة اللي جابها كانت بالشراء على وجه الشراء، ما عجبها عند الدولة. وأنا أنت ربت المحضر بفلوس ناس الدينار. باهي هزوا في الشارع نتاعي، طلعوا مع أربعة أخوته وكل شيء، وهزوا وهزوا من الهزيني، هزوا إلى مكان مشهور. أي؟ مرة المكان مشهور تم معين تويان وسرقة تاع الجرجان، لأن على 6:30 جاءت المكالمة هاتفية، يقولوا لي لا ولدك تم اختطافه من طرف مجموعة. اتصلت على التليفون نتاعي وما يجاوبش ما يجاوبش، عندي أصدقائي كل شيء، قعدت مثل مثل حتى تحسست على الرقم. حل التليفون نتاعي. بيكش ولدي قال لي لاباس، قلت له ما تكسرش الاسماء. قال لي لاباس بابا ما تخافش، ما تخافش نسمع فيه يكلموا فيه، يقولوا له راهو يعلموا الامن ولا حاجه، راهو اقرا عليه الفاتحه. عداني الشخص هذا بتعدي يقول لي قال لي بتوصل له، قال لي حاجه ايش احوالك لاباس؟ قلت له لاباس. قال لي ولدك عوف عبد الامير، انا متحضر لنا 6500 دينار وكل شيء، تعمل تجيبهم له ما تلقوا لك ولدك. عندي غير 6500 دينار، قال لي لا لا كان باهي، قلت لا خوفا على عندي كل شيء، حبيت نعطيهم مهله ساعه انتظار المال اللي احنا نزوره منها باش ما يضروش، فهمت ولا لا؟ قلت لهم ها مش نحضر لكم من ابلغ مال، قلت لهم حضرت 4 ملايين ونص، ومازالوا زوز ملايين ونص، هما زوز ملايين مش نحضرهم ونجيبهم. مباشره اتصلت بشايب رئيس الفرقه العاديه اللي انا تحدد وحاجه،
وعلمت بالخبر وجدت طلبت مرة أخرى السيد هدايا وجدت في الوليمة بتاع الهيكلة انتها كامل سيد رئيس المركز والعوائل الموجودين في المركز كيفاش يشاهم فيا في التمرين ونص وكل شيء قلت به يعني جايبهم سكرت التليفون سيد رئيس المركز يرحم وزين وزيه مشكور جميع العوائل الأمن تاع الجمهورية التونسية من بنجردان المنظر قبل الإجراءات القانونية عمل فلاش في الغرام وعلمت جميع المراكز وكل شيء وقال لي تو حاليا طول ما تروح في الدرج من بنجردان تو يكلموك لو سرقة تاع عقيلة تاع بنجردان تحكي لهم كما تكلم لي بالكهرباء نتاعي بالضبط نصرة جبنا ولدي نصرة خلقنا عليه خلقت المدينة بالضبط وجاني مكان الهاتفية والسرقة العقيلة اللي بعد بنجردان أحد موجود معنا قلت له والله قال لي والله رجع القبض على المجموعة الخاتفة ودك ودك أو بعضينا فالحمد لله أنا فرحت إني تعني يا حوالي ودي مني عليهم بالخير ولدك لباس رجع لك لباس لا تقول لك حاجة سؤال الضابط قال لي من كمشي قلت له معني فيه وفتت يدينا بخمسة كيلو ومئة قال لي انت ولك يا ولدك كما أصلاك قلت له يا ولد عمي راك شمى دولة قانون ومؤسسية هذه ميشي الدولة التخيرية فأنا رجعناها الدولة هذه قائمة كذلك منها في الوربع كافية وعبوا يأخذوا علينا جماعة المجموعة الإرهابية وشارك الدماء تواسع على أجل هذه البليت ليه؟ قلت على كل حالنا قمت بالرفع الدعوة ولمكن تستطلوني أماني بالأمر كأب فهمتي ولا؟ نسمع فيك سيشاد خلت أختي ماضي ساعة ونصف بالضبط البنجات بيها مشيت للنزل في ولدي لقيته كعب ولدي السؤال الكبير اللي يقول بيا في الطيارة تغاش تروح خلاتنا لهنا نحن نقول الصباح وهذا ثبت في حد قالوا لي يوم الاثنين على الصباح تكون في بنجردين خرجت من العاشرة ونص بتاع الليل خلاتت بنجردين تبعت يوم الاثنين ماشي ثلاثة ونص بالضبط ارتحت شوي في الطيارة بتاع ثمانية ونص مشيت المنطقة خلصت غادي المنطقة جيت المناظرة تفضل بخشي تفضل قلت لها لو عندي معوده مع سعيد رئيس الفرق قالها شكون قالت الشادي لا وشي قالها بقول مرحبا مرحبا بنات عندي عروضي تفضل رحب ورحب بي واستقبلني استقبال ممتاز جدا قعدت بعديها قلت لي تفضل احيانا قلت لهم في الموضوع راهو هكا قال لي عندي كل شيء قال لي راهو جميعهم ورانا كذا ورانا كذا وراهو هكا وراهو ولدي عبد الشيخ لكن قلت له يا سعيد رئيس الفرق رجعت قلت له ولدي موصول الفرقة بيه تسمعهم لو خوف كان على شقيقه الموجود في الدم في الجردين لو تمسك هو بالدعوة بتاعه وتوقفوا هم مثلا مين كان هالي هالي الموقف يحبسوا على ولدي لو خرجوا معاه تنقل ما يصعب قال لي عندك حق بس وبيع سيدي ثورة وشتغل قال لي تفضلوا مرحبا بكم قلت والله الله يبارك لكم اخويا كان من يا ابراهيم قال لي خذ اخويا اعطيت نفس الكارت تفاصيل بالضبط كيفاش تم الفلاش حتى التصريحات نتاعي اللي قلتها في الفلاش الاخراج الداخليه يعني بالحرف الواحد المهم المفيد المفيد سو شادلي ولدك ما جرى له شيء ولدك الاخر ما جرى له شيء تم الاعتداء علي بالضرب وتم الاعتداء علي مفتاح شكل تاع كهرباء على راسه وفاتور عنده فاتور لكن المكان اللي هزوه له اختي العزيزه ايش هزوه له؟ المكان اللي هزوه لي هربوه لي مكان يبعد على الحدود اللي بيت 2 كيلومتر مكان بتاع مكان ما نقولكش وكان باعي في بعض مكان من البعض جيت مقاومة بتاع الباعة من تونس رفعوا ولدي وقالوا هاي هزوه المكان اللي اختتفت هزوك لي هزوه ولدي شاه وريهم كل شيء عملوا معاينة وكل شيء للمكان وتصوروه كل شيء عن النيابة العمومية طلب الاحتفاظ بيهم وكل شيء وما مشي تحاني مش الغد ولا بعد غد ولدك لباس توا ما تشتاسي شادي والله دي. بنيت عني هذه تولى سبيتار ما عنديش ساعة عني كلمت في مدريف بعدها في سبيتار عنده ديجان بس وعنده الظهر ومكان ما يجبش تنفس ثاني خليته دورة وهو توا يعمل الواحد وهذه النفسية بتاعهم مع مرتبك شوي مش طبيعي يا لطيف حتى مرته تعبت شوي ما عرت جديد عنده 3 شهور بيني بيك حتى مرته حد يزرب تغير التقريب ربي ان شاء الله يفضلهم لك سلم اختي عليك ولطف عليه كلمت الختيان لو سمحتي تفضل مش نقول هذه الجمهورية التونسية كامل شكرا شكرا وجزيل الشكر للامن الامن التونسي من بنزرت بنجردي وبالاخص سيد رئيس مركز ابو حاجه
والسيد رئيس الفرقة العادية للأبحاث بالمدينة. عاشت تلاها شعاري حب الوطن، عاشت تونس حرة المريعة إلى الأبد. ربي فضلهم لك سي شادلي. نعم ربي فضلهم لك سي شادلي، ربي خليهم. تحية للوحدات الأمنية اللي كانت في الموعد. هنيئا هنيئا للسيد وزير الداخلية، عنده رجال ما زال قائمة الزيات وتونس بخوفا على تونس. شكرا سي شادلي، ربي فضلك الأولاد إن شاء الله، الحمد لله على سلامتهم. فرا هذا اللي صاير في قضية الاختطاف، ذكركم النيابة العمومية أمرت بالاحتفاظ بهم كما تم الإعلان عن ذلك منذ يوم الأمس. الحمد لله ولده روح يعاني من بعض الإصابات مع ارتباك نفسي، لكن إن شاء الله لباس ويرجع.